الموازنة الانفجارية تضمن محاصصة سياسية. ارتفاع أسعار النفط فرصة لإقرار موازنة انفجارية خلال العام 2022. ومنذ 2021 تذبذبت الأسعار ما بين 90 و 93 دولارا للبرميل الواحد، ويمكن لأسعار النفط التي تقترب من 100 دولار للبرميل أن تجذب المزيد من الإنتاج. أسعار النفط ستفجر موازنة 2022 إلى 140 مليار دولار كواردات نفطية. سعر 70 دولارا للبرميل الواحد أفضل سعر لحماية الموازنة. هناك موارد ب 50 مليار دولار أيضا غير نفطية من الضرائب والسياحة والجمارك، مما يعني أن الموازنة المقبلة ستكون انفجارية ب 190 مليار دولار. ارتفاع أسعار النفط يتطلب انفتاح الموازنة على المشروعات المشغلة للعمالة.